نعم يلا مش قدام. واحد اثنين ثلاث نلعب كراسي، ايش رايكم؟ هي والله اقعد والله اني ادور جدول. شوف بدايه الامر بحكم ان الاخ عليان قال حنا بلحظه حزن ذكرا كذا بالتفاته بسيطه، شفت ان الامر متاح بقلم الصبوره والصبوره ونكتب شيء. يقال بحكم حنا نعيش الان فتره يعني ندفع على ايام وترجع علينا. ابن جدلان يقول يسرع الايام عند الداله السالي ويبعد بكره علي ينتظر بكره، وحنا كلنا ننتظر بكره لنحصد ما زرعناه في هذا البرنامج، وعسى ما نزرع ان شاء الله انه يكون شيء. عسى ما ذكر شيء واخبر لك. اي نعم. في قصه ما راح اطيل عليكم. في قصه يقال انه في كان احد الامراء او الخلفاء صحيح. السابق كان عنده خاتم، ويقال ان هذا قصه انا ما ادري وش يعني منسوب لمن من الخلافات القديمه. فكان عنده خاتم وجاء الوزير اللي عنده قال له ابيك تكتب لي شيء على الخاتم هذا، اذا قريته وانا فرحان احزن احسن، واذا قريته وانا حزين فرح. فكتب له الوزير، كتب على هذا الخاتم ونقش للخليفه والملك هذا، كتب له هذه العباره اقراها يا فارس. هذا الوقت سيمضي يا عليان عميق، انه الان تمرون بمرحله حزن. هذا عزائي وعزاء الجميع ان احنا نرتكز على مثل هذه المقولات اللي تعيد وتنشطنا كل ما صار شيء من الفتور، وبدينا يعني بدينا احيانا شيء من الملل وشيء من ممكن يكون الروتين متكرر، الايام متشابهه. احنا ممكن لو اجي مثل امس فقره هباس سالنا عن احداث ما عليها نقاط وعليها مكافآت، يمكن جاوب يمكن سال 10 اسئله ما جاوبنا الا يمكن عليها اربعه او خمسه او اقل. ليش؟ لان الايام احنا بنفس المكان الايام متشابهه، لكن يوم انك برا صاير لك حدث هنا وصاير لك حدث هناك وصاير لك حدث هنا فتذكر اكثر، اما هنا الايام متشابهه، المكان يتشابه، الروتين يتشابه، فقليل قليل من يذكر. هذا الوقت سيمضي ونستمر في الحزن. تفضل اخ عليان. اتكلم ولا اغني في السم؟ كيف؟ الاماكن اللي مريت انت فيها عايش بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتك جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يكون في صمت الكلام واحتريتك. الأماكن 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 كلها مشتاق لك مشتاق لك. طب 120 استوب. تفضل. بس قلبي حزين. والله احنا حزينين بصوتك، كمل. ايش القصيدة؟ بس قلبي اسكت عشان مسكاتي يسكتون. ايش هو؟ ولا شيء سامتك. اسكت بس اتبع اللي تغني الحين. سولفوا لا عاد عندي تسكتون. الحين هذا حركة الحنك هذا. انا عندي كلمة. لعب كلمة. ما انا مغني ولا عندي كلمة مهمة جدا. اول شيء طال عمركم كبر النامسة. والله كبيرة يا ولد. اول شيء اغتنموا طال عمركم كل دقيقة. ذبحته. لا كل دقيقة تقضيها مع محب لك، سواء من اهلك، مع اصدقائك، مع اقاربك. اول شيء تعايش مع التسامح، هذا اول شيء. ثاني حاجه اي دقيقه تقضيها مع اهلك، مع احبابك، مع اي كان غالي لك، اصدقائك، قروبنا، هذا استغلها استغلال عدل واستمتع فيها، لان بيجي يوم راح تفتقد الجلسه معهم وراح تحزن على اشياء كان ودك تسويها معهم ولا سويتها. هذه رسالتي. احنا كلنا قلوبنا تفطر للطلعه، وانا يمكن وفي مجموعه من الشباب
اللي من دخل القرية ما طلع منها أبدا، يعني صار الحين دخلنا يوم 37. بعض الشباب طلعوا أما ظرف صحي ولا الأسبابهم، طلع من القرية ساعتين ثلاث ساعات أكثر أقل ورجع. مشوين ما هو مشوين قبل يمكن بعد العشاء داخل وذكر مهذل هو يسولف نوح على شيء والله إني يعني لمست من الداخل. قبل أذكر القصة اللي قالها مهذل، كان يسأل عن نواف الروقي، قال لي يعني ألفت المكان قبل يومين، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فكان طبيعي آلف الأشخاص آلف المكان آلف. فكان اليوم مهذل نوه على حاجة، قال والله أني طلع هو طبعا ظرف صحي مع أحد الشباب، فقال طلعت ساعتين للمزحمية بس برجع للقرية. ليش؟ لأنه صار شيء من الألف لهذا المكان، يستشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة بهذا المكان، فخلص يوم طلع يستاهش. حنا بيوم 37 بعد يوم 90، يعني حنا هذه مشاعرنا ويوم 37، يعني حنا لحد الآن لو بغينا نحسبه بالمية حنا قضينا تقريبا ربع، أكثر لا 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 أكثر من ثلث المدة، أكثر من ثلث المدة حنا باقينا مثل هذا المدة دبل مرتين، لصار حنا هذا شعورنا وحنا بالجزء تقريبا الأول، فما بالك تدبر هذا الشعور مرتين. أنا الآن استشعرت يوم قال عز الأسلمي هنا، قال والله أن نتمنى يعني لو دقيقة نرجع. إيش بالله تقنعني إحنا 24 رجال راح نتقابل فيما بعد مكان واحد؟ لا، ممكن نتقابل مسفري، نتقابل عليان، نتقابل وفارس علي، من يكون من الشباب نتقابل اثنين ثلاثة أربعة، لكن ما راح نتقابل الجميع. صح، ما تدري يمكن الله يجمع. أنا جربت طلعت يمكن مرتين وأنتم عارفين السبب. واحدة من المرات أظن قعدت ساعتين، صح؟ إيه تقريبا ساعتين ولا ثلاث، ساعتين ونص و 35 دقيقة حوالها، ستة و 34 ثانية، والثانية ساعة ونص، ساعة ونص و 50 دقيقة. لدرجة أني طال عمرك خلاص أبي مثل ما قال مهذل أني أبي أرجع القرية، بالعربي احس امان هنا. صح، برا استوحشت، ما في امان ترى. يا استوحشت مع اني انا كنت، تذكروني انتم ها؟ ايه خابرين، تذكرون كنت خلاص صدري ضايق من القريه، ادور اي مشكله اي شيء يطلعني منها. لكن بعد ما طلعت للمستشفى ورجعت اقسم بالله اني استوحشت، ابي ارجع للقريه باي وسيله. شوف في حاجه يسمونها صيام الدوبامين. ايش يسمونها؟ صيام الدوبامين. احنا كلنا نصوم عن الاكل والشرب، صح؟ هذه يستخدمون هذه السياسه مع الاشخاص اللي تشبعون من الحياه ويملون من الحياه بشكل عام، وعاده هذه الاداء يصيب الاثرياء. ليش؟ جرب كل حاجه، سافر لكل مكان، جرب، فتشوف نفسه انه مل من الحياه وممكن يتجه الى طريق غير جيد، فيسمونه صيام الدوبامين. وش صيام الدوبامين؟ يعني الحين لو بغينا احنا نقيسه، انه مثلا انت يا فارس تبغض شخص، اعوذ بالله، مثلا احيانا يا فارس تبغض شخص وحطك مثلا مكان منعزل، تكون مثلا مكان انفرادي لحالك اليومين ثلاثة اربع، وادخل عليك الشخص هذا اللي تبغضه، يكبر فرحتك فيه. صح، تسولف معاه وتاخذ مع انك انت برا ما الدنيا. ليش؟ لانه انت رتم الأمنيات أو رتم الطموحات أو رتم المتطلبات تدنى 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 الآخر شيء، فيوم شفت الشخص هذا ارتفع معك. فحنا أنا أشوف حنا أكبر اختبار تجربة أو عيش تجربة صيام الدوبامين، حنا جوالاتنا محرومة منه، ما ندري عن العالم الخارجي، في كثير من الأشياء ما ندري عنها، أهالينا ما فيهم أهالينا، أحيانا نكون حنا كلنا مقصرين مثلا حقوق الوالدين ولا نلحق جزاهم، الأخوان الأخوات الجيران المجتمع، عرفت؟ انا متاكد اللي طلعنا من كان عنده هذا الشعور نسبه 20%، انا ادري يعني انه راح يكون مرتب يتدبل على الاقل يكون 40%، اذا ما كان زود ما يكون اقل من 40%. ليش؟ لانك انت الحين استشعرت قيمه الحياه وتبي تتمسك بكل حاجه مبدئيا من الجمادات، فما بالك الاشخاص والكائنات الحيه. كلهم ف يعني مثلا ابو اخو، حتى لو كان يعني مثلا ممكن انت تدري مثلا احيانا يعني انتم اكيد انكم استخدمتوا عامل، صح؟ لا انا عمال ما استخدمتوا راعي للغنم. انا مشتاق الراعي. زين،
كم تعي بالله أبيك تسولف لي. 90% مشتاق له، أبي بس أخمه. أنت من استقدمته تدري إن فترة هو يمشي صح، ويوم إنك عشت معها تجربة أثناء ما مشى استحشت وضقت. لا أعلمك، أنا استقدمت الحلي سنتين على أنه قال لي 3 شهور، حجزنا تذكرة 3 شهور، يعني الحين ممكن سافر. فأنا لي أمس ضايق، كنا أمس ترى مالي خلق أفكر فيه. يعني أنت الحين خلت كل المجدين برا وتفكر بالعامل اللي أنت تدري من بعلمك ليش. بعلمك ليش. أول شيء العامل ما يعرف إنجليزي عربي، ما يعرف. ثاني حاجة متعلق فيني جدا، أي شيء يصير له على طول يبوح. عرفت اللي يحس، لا شافني حس بالأمان. صدق والله أقولك، إحنا مكاننا يعني موحش شوي في مزرعة وسط البر، لكن اللي شافني تطمن، تغير أسلوبه وارتاح وياكل زين. ولا غبت عنه أسبوع أو 4 أيام، رحت الشرقية ورجعت له، والله إنه ينطحني ركض، طحني ركض. ليش تلومه يا أبو مبارك؟ لا أول شيء المعامل حسن، هذا أول شيء. ها ما عمري لكن هو خلاص، هو مثل ما قلت لك كان محبوس، ولا شافني شاف حس بالأمان وحس إنه خلاص أنا مسؤول عنه. فأنا أحس إني ويش أنا مسؤول عنه، وراح الحين فهمت ال... شوف هذا شعور. احنا هذا انا اشوف انه احيانا تعرف لك شخص عابر، سواء مثلا عامل او مثلا مكان تجي مره وتمشي، حتى المكان يوم انا نسافر انا ما تلاحظ انه مثلا يومك استاجر مثلا فندق ولا شيء مفروش تتعلق فيه وتجلس فيها مثلا 3-5 أيام، والله انك يومك تمشي احيانا يكون انت ملزوم انك تقعد في الديره، اما مثلا عارض صحي او مثلا الامر من امور الدنيا مثلا انت ملزم عليه، او احيانا مثلا تكليف بدوامك وانتداب انك ملزوم، او احيانا الدراسه. يعني احنا على كرهنا للدراسه، مع انك تكافئ يوم انك السبيعه الاخيره ما ودك. كلكم جربتوا شعور اخر يوم 3 ثانوي؟ انا جربته، مؤسف محزن بعد. اه ما انه ناسه اعطيك السد ولا تبغى؟ هذول ما عندهم مجاعه. هذا انجازه، بخلصها بروح اتقدم عمري يا رجال. غريب قال ايش؟ قال مدرسه بحن على. انتم راجعوا مشاعركم؟ في عياده للمشاعر ولا لا؟ بس هذه انت اخترت في التمثيل والله. ها؟ والله انه صادق. والله العظيم انا احكيك ضقت ضيقه، يعني اخر ايام 3 ثانوي يا اخي فيها ابيات الناصر. انت مضل انا عرفت شخصيا اللي جنب مصطفى وذكي اللي تحب الدراسه. سالني انا والله اسمع، ما يجيك واحد اخر ما يجيك واحد اخر الصف اخر الفصل تكي على الكرسي كذا متكي بعد جدار. هذا انا اقول لك شيء، اقول لك شيء اللي ذكر استاذ اسمع الراجل. انت تقول لي سالني والله العظيم ان انا ما كنت متميز. اوكي ما كنت يعني ما كان مسوي متدني، لكن كنت يعني فوق 90 شوي تحت 90 شوي. ما شاء الله 90 احنا وصلنا 80. 80 يا ولد كرموك اسمع اقسم بالله اني انقطع. جايب 81 انا 3 ثانوي جايب 81. انا بقول لك حاجه فيه، انا 91. اسمع بقول لك حاجه فيه. لا وبعد اهلنا ما هم راضين علي عشان وانت كم جايب؟ يعني من الثمانينات فوق 90 شوي. عموما مو هذا موضوعنا. ابيات الناصر بن فهيد تجسد الكلام والشعور اللي يشعره وانا ويشعره فارس اليوم. قال انا على استعداد اضيع حياتي ورا الطموح اللي له سنين، بس المهم اني ما اضيع صلاتي وجوالي وارقام اصدقائي القديمين. ليش؟ ارقام اصدقائي يا اخي ذكرى. سكران يقول ان الهبوط مصيرنا لو كان القصه مختلفه. لا اله الا الله. اترك وسيله التواصل حيه، او لا هذه قصيده ثانيه. اترك وسيله للتواصل حيه. فالواحد كويس انه يترك وسيله اتصال حيه تكون تربطك باشخاص. صح اني اشتاق للاصدقاء القديمين وكذا، بس اني اشتاق يعني شيء يعني مثل اماكن ما تشتاق لها. الاماكن اعطيه مثال. هل انت مشتاق للمختلف؟ اي والله شفت عرفت مشاعرك الان. ديره بحايل مختلف وحايل وش ما قلت مشتاق للمختلف. والله العظيم شوف الحين اللي جاني بعيال الناس اللي تعرفون بالمدرسه صعب انك تجمعهم صح؟ والله العظيم كنا فريق من الحارس للمهاجم كلهم عيال عمي وقريبين من عيال الشايب يعني قريبين ونجتمع يعني بشكل مستمر. والله العظيم من نفسي تشوق نفسي تشوق ان نرجع نلبس قمصان اللي قبل كنا نلعب بفريق موحد. يعرفون الشباب فريق مثلا البرازيل نلبس فريق موحد نقول نبي نلعب لو ساعه العصر نبي نجتمع باليوم الفلاني
انا وعيال عمي احنا تقريبا 10 نبي نلعب العصر أدن. وهم عيال عمي هم عيال عمي يعني بامكاني اصلهم باللي ابي عرفت والله العظيم ماني قادر خلاص طلبات الحياه اللي يسافر للشمال واللي يسافر للجنوب واللي يسافر للرياض واللي يسافر للشرقية واللي يسافر عرفت وهم فما بالك الناس اللي ابعد وابعد عموما احس ان كان الموضوع يعني تحول الى لا لا جدا حلو جدا جميل والله محورك حلو محورك حلو جدا 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 جدا, 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 جدا جميل العصر اللي بيدك انا احتاجه اضرب تكفه انا بنشوف عنده مشاعر ولا لا 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 انا عقب ما قال شوف لي الله انا بس اسوي معك والله يا مشاعري ادري والله يا مشاعري ناقص مشاعر فيك عزوز عزوز عاطفي جدا سمعت لكن ما يشعر يعني في بعض الاشياء يعني ممكن صار فيها كارهها ما يشعر فيها مثلا مدرسه ما يشعر فيها انا هو يتكلم قال والله ما عندي تدري وش اشياء خلاص انا صراحه جاء مخي في قلتش ليش انا اشوف بالبرايمات يبتي انا اكثر الاشخاص اللي ما ودي انظر له بالبرايم عبد العزيز عرفت اللي يملك المشاعر هذه وهو ما كمل 37 يوم فما بالك اللي عاش معهم سنوات فعلا بالمدرسه ما ادري ايش الشاعر يقول يوم يقول فرق الرياجيل اشد من ضرب الاحراب لا والله اللي ما يعيل له دواء ما راح منك صاحبك يا اخوي خويك يضحك معك عزوز بتسايا بكاي ربي خبر والله من هو شلون؟ بكاي والله خبر ربي من هو اي والله عزوز نعرفه نعرفه جبت سيره تقول له انت علامك طقها الارض بالعكس ترى بالعكس. القلب شوف هذه رحمه الرحمه ترى القلب اللي فيه رحمه يا اخي العالم يحبونه اما ذا اللي مشدد ولا يبكي يا اخي حديث او عفوا ما هو حديث دعاء مثل واحد ان الله يستر عليك دعاء نكرر بشكل مستمر ما بكى وبالذات يعني دعاء بشكل مستمر بقوه اللهم اني اعوذ بك من عين من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ترى العين لما تدمع مصيبه مشكله كبيره ما فيك رحمه اللي ما اللي عينه ما تدمع يراجع نفسه الحين اقول لك شيء اخي مناح بالله نكمل اللهم نعوذك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعين لا تدمع واذن لا تسمع لا الا لا واذن لا تسمع اي بس اسمع. ما نبي نلعب بالحديث لكن احيانا لو شفت واحد سوى واحد جميل لا اراديا دموع فرح فهمت ليش لاني اشوف الناس فيها خير فهمت الناس فيها خير الرجل ايه الناس فيها الناس خير والله بس والله. مثلا عزوز الحين انت تجملت في عزوز بحاجه مثلا ولا سويت له شيء اسعده ها تلقاني ابتسم بس على طول تدري من وش تبتي؟ من فرحة هذا هي مهاب جميلي من فرحة هذا أنا انقضت حاجته أنا استشعر استشعر عزوز استشعرك أخلصك إذا واحد يسولف يقول يدي انكسرت زي كذا أحس فيها مصيبة يا ولد والله أنا يا البكاء نزي ترى فيه بكاء ثاني والله العظيم اللي أتمنى أني أبكي الليل ونهار دموع ولا أبكي ذاك البكاء اللي هي الكتمة تاخذك يوم يومين ثلاث أيام ما تفكك بغلك زبيد من داخل ولا تبي تحكي احد هاي تجيني بعد مرات هذه لازم يخبطك واحد عشان تصير والله العظيم اني ما ابكي لين اجي على الفراش اجي على الفراش ما شفت الذ من بتسيت النوم النوم بتسيت بعدها نوم يجي نومه لا وبعدها اكل بعد الله بعد ايش؟ اكل بعدين يا اخي بتسيت يذبحك الجو نومك ساعتين مره والله صدق طلع علينا البكاء مره مسافر للجنوب طالع من الرياض وشغل عزازي ما بعزازي خلها سالنا الليل لا الحزين انه هو عزازي صح عزازي مزعل فرحان واحد حزين ساعة الجمعة ساعة الجمعة يبكي مشغل مسجل ومستانس احصى يفحط من لبسه الساعة لا ما صح قوم يطري لي طوالي واتذكر شيء وتهل الدمع هذاك ابغى امسك عمري ابغى اسكت كل ما اسكت كنت اني بمسك عمري شوي ابكي شوف انا اسوء تعامل اسوء تعامل تعامله مع اللي قاعد يبكي انك تقول له يا ولد انك تمنع عن هذا الشيء بالعكس خله يدن ما براسه شوف بعلمك بشرط انه ما يكون امام الناس اذا صار لحاله يعني في امس بعض من هذا الشباب والله اني قلت ممكن اني اعدل عليه وممكن اني اواسيه لكن موضوع هذا انا اشوف انه مشاعره انا ما ودي يعني احجب شيء من مشاعره عن نفسه خليه ياخذه يا اخي عشان برم برم بعد ها شوف في ناس اسلم علي كلامك ترى وصلني وعد عنك وانت عاد كاك برم برم لا ما الله الذي لا اله الا هو انه 60-70% صح برم برم حلو انت خلها برم برم لا توضح لكن والله انا اتاضح على وجهه انه يا اخي سبحان الله ابن ادم دليله نفسه واضح لكن وترى ما بزانه ترى البكاء ترى ما انصح فيه ما انصح فيه في حاله وش ترى البكاء
أول شيء يكسرك. ما يكسر. لا والله ما يكسر. لا والله ما يكسر. الله يكسرك. الشيوخ 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 والريجي. أنا ما قلتها تبسي. ذاك اليوم صلينا الظهر كان في شيخ حاضر صلينا قال له كلمة حدث علينا شوي بنص الحديث يعني سبحان الله بعض الناس يتأثر من أي كلمة بالأحاديث فهمت على طول هو يعد الحديث خلقت العبرة على طول مفاجئة فهمت الظهر صحيح أنت سمعته صح الظهر أنا حاضرها خلقت العبرة قلت والله دمعت أنا هذا شيء لا رد أنا تنزل من كذا فجأة كذا صار الموقف على طول ثواني ما أقدر عندي لكم سؤال أقطع كلامك الحين أحيانا تصلون وراء أمة تبتي وأحيانا تصليك صلاة تطلع منها ما يبتي على حسب الإمام القلب هو ما يهوى أنا صليت التراويح في مسجد في شرق الرياض قالوا العيال نروح نصلي دي قرايتها كيتها من كيتها صعب يبتس الحصى يبتس الحصى الحصى يفحط وأنا أصلي معه والله ريجي إنه من أول صف لأن الباب مسجد جامع سبير حتى حاطين منظمين وحاطين إنه كل أبوه بكاء بكاء الله المستعان يا مسلم فارق وراك خشيته من الله لأن قراية حتى اللي ما بيبتي بس بعض العلماء الحين بيصلي بس بخلاص يمشي ما يستشعر الآيات ولا تصلك الآية قدنا وقت أذن الله أكبر الله أكبر